متابعي قناة لحظة، السلام عليكم. اليوم غادي نتعرفوا على واحد القضية اللي هي حيرة العلماء، اللي هي مثلث برمودا. هذا المثلث برمودا هو واحد المثلث مرسوم على الخريطة، وهمي، مثلث وهمي على الخريطة. كي القناد ديالو يعني مثلث، يعني القند ديالو الأول كاين في واحد الجزيرة سميتها برمودا، القند الجاوج كاين في واحد الجزيرة أخرى سميتها ميامي، والقند الثالث كاين في ميريكان في واحد الولاية سميتها ولاية فلوريدا. هذا المثلث هذا اي طائره كتفوت فيه ولا اي سفينه كتوصل لهذا المثلث هذا، هذه المساحه هذه اللي كتبلغ المساحه ديالو الاجماليه مليون كيلومتر، اي سفينه وصلت لديك البلاصه كتغرق، ولا اي طياره فاتت فوق ديك البلاصه كتهبط لتحت كتغرق. ومن اشهر السفن اللي غرقوا تما في هذا المثلث برمودا هي سفينه ماريس ليست، اختفت ومن بعد بواحد السنين ظهرت، واللي بانت ما لقاوش فيها بنادم نهائيا، لا القبطان لا المسافرين، لقاو البضائع كما هي بصح المسافرين والقبطان ما لقاوهمش. وهذه هي اللي حيرت العلماء، الظاهره حيرت العلماء، علاش زعما ما اختفتش البضائع واختفى القبطان وجميع الركاب. وحتى من كريستوف كولومبوس ذكرها في واحد التقرير ديالو، كان كاتبها في واحد الروايه ديالو، يعني المخلفات اللي خلى موراه، يعني هاد القصص وهادشي اللي خلى مورا لقاوه ذكرها في واحد الجزء، قال بلي في هذه البلاصه هذه، هاد البلاصه كانت ما تسماش مثلث برمودا، يعني كانوا عند الناس ما اكتشفوهاش، كانت ديك البلاصه يعني مجهول في السميه، يعني ما عندها حتى سميه ديك البلاصه. منين داز ديك البلاصه قال لهم ودي واحد الكره ديال النار طلعت من البحر وطلعت واحد شويه فوق البحر ولات هودت في البحر، اختفت في البحر. وهذا الشيء قال لهم حدا جزيره برمودا، يعني ذاك المثلث ديال برمودا كان قبل ما يتسمى، كان هذا الشيء في عهد كريستوف كولومبوس. والعلماء حديثا اكتشفوا واحد الهرم تحت ديك المثلث ديال برمودا، اكتشفوا واحد الهرم اللي هو ذاك الهرم من الزجاج، اكتشفوه غير حديثا، يعني غير هذه السنوات الماضيه هذه، ومازال كيجريو عليه الابحاث، يعني مازال الابحاث دايره. فرضيات اللي منتشره في العالم هي ان باللي قوة الجاذبية اللي كاينة في هاد البلاصة، هاد المثلث هذا اللي فيه قوة الجاذبية هي اللي كتجذب السفن والطائرات. وكاين واحد الفرضية أخرى اللي جابوها في ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، شفتها هنا هذيك 3 سنين ولا ملي شفتها، الفرضية اللي ديال العلماء اللي هي بأن تما كاين براكين، لأن غير فرضية، يعني ماشي اكتشفوا بلي كاين براكين، يعني غير فرضية قالوا بلي راه كاين تما براكين، ودوك البراكين كيطبقوا الغازات، ودوك الغازات كيتسبوا في فقاعات في الماء، وداك الماء ملي كيكون داير فقاعات يعني الحاجه اللي تحطت فوقو يعني ما تهزش، يعني ملي كيكون الماء فيه فقاعات ما يقدرش يهز شي حاجه، شي سفينه ولا شي حاجه ما يقدرش، السطح ديال الماء ما يكونش مستوي. وهذه هي الفرضيه الثانيه، ولكن هذه الفرضيه هذه تنحات، علاش؟ لان السفن تاهما كيهبطوا، يعني داك الغاز ما كيأثرش على الطائرات، يعني هنا الفرضيه تحيدت. والفرضيه الثالثه هي انها بلي الشيطان، يعني ابليس، يعني ماشي الشيطان دوك الشياطين اللي سوا، يعني ابليس شخصيا يعني هو ساكن ديك البلاصه، يعني عند العرش تما، وابليس لعنه الله كيتشبه بالله عز وجل، لحقاش الله حط العرش ديالو فوق الماء. وفي الاخير ما تنساوش انكم تدعمونا بجيم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك تحت في ديك البوطونه ديال ابوني، وتكي على الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، ونشوفكم في حلقه جديده. كان معكم اسماعيل الطاهر. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.